بعد قليل، ولكن عايز اتكلم على دخول مظاهر غير المسلمين بقى وانبهار الاطفال بيها. يعني لما يرجع ابني من المدرسه يقول لي في احد الدول الاوروبيه: ماما لو سمحتي بقى احنا عايزين الشجره، احنا عايزين نحط شجره في البيت ونحط عليها كور الذهب اللي بتلمع والتفاح والزينه، عشان عايزين نحتفل زيهم بقى. واشمعنى احنا عايزين نحتفل زيهم؟ او انا عايز البس الترتور وعايز البس البدله الحمراء بتاعت بابا نويل، وده راجل جميل وحلو وطيب وبيوزع علينا الهدايا. كذا مظهر من المظاهر دي، وعايز الجرس وعايز العربيه وعايز الحصانه وعايز مش عارف ايه. طب انا هرد عليه اقول له ايه؟ عزيزتي الاطفال دايما بيطلبوا، مو هذا اليوم الوحيد بيطلبوا فيه، لكن بيزيد طلبهم لانه هذا شيء يعني لهم بهرجه، يعني لهم اعياد وفرح. مو كل طلب نستطيع أن نجيب عليه الأولاد أو نعطيهم إياه، لكن بشرط أن نعطيهم بدائل. يعني مثل ما قلت قبل شوي، النشاط مقابل أنه ما اشتريت لك، نشتري حلويات مقابل أنه ما اشترينا سانتا كلوز اللي هن بدهم إياه. في بنت صغيرة قالت لها الماما أنه ما بيصير وكذا، قالت لها لا أنا بدي أعمل مثل رفقاتي، فراحت حطت الشوز تبعها على الباب أو تحت المدخنة بعتقد بيحطوه، ونعمت علشان بكرة الصبح تشوف الهدية داخل الجزمة تبعها. ففقت الصبح ما لقتها، فراحت عند رفقات بالمدرسه قالت لهم شفتوا الماما على حق وانتم على باطل، لانه انا عملت حدش حط لي حاجه في الجزمه، فانا كل يوم عم بنام وبحاول اعمل مثل ما عم بتعملوا. لكن شايفه شلون تغذيه العقيده لعند الطفل بتخلي ترتفع عنده وبتخليه هو اللي يجاوب، مو تيجي لعنده ياخذ الاجوبه ياخذ الاسئله معه. فاهم نقطه لما يشوف البهارج برا، مثل ما قلت لك قبل شوي، ناخذ كل الزينه اللي بنقدر عليها. حطي مدخراتك اختي المسلمه اللي موجوده بالغرب وحطيها لهذا اليوم، واشتروا وزينوا يوم الفطر وزينوا يوم الاضحى وزينوا كل رمضان. وقولي لهم للاطفال اللي كبروا شوي 7 سنين 10 سنين، ليه هن ما بيحتفلوا برمضان معنا؟ مثلا ليه ما بتعطل الدنيا يوم الفطر ويوم الاضحى؟ على فكره بداوموا بنفس الدوام العادي، يعني ما في اي عطله، ونحن بنكون محتفلين ورح نروح على الشغل وعلى المدرسه يعني. فبالتالي نحن ما لنا مطالبين نحتفل معهم لانه هن كمان ما احتفلوا معنا، هذا اقل رد ممكن ينقال لهم للاطفال. وبالتالي البدائل، دائما نعطي بدائل، لازم يكون في بدائل.